تنشط عمليات نقل السلع والبضائع التي تصل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، حيث يجري تخزينها في هذا المخزن الذي يحتوي على 80% من البضائع المستوردة، وهو المخزن الذي أشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن حزب الله يخزن فيه كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية. عمال هذا العنبر يؤكدون بأن كل هذه البضائع تخضع للرقابة عبر آليات سكانر خاصة مجهزة بتقنيات عالية لكشف المخدرات والأسلحة وغيرها من البضائع الممنوعة. وزارة الأشغال نظمت جولة للإعلاميين والسفراء في لبنان لتفقد مختلف مرافق مطار بيروت الدولي، وأكدت الحكومة اللبنانية عزمها رفع دعوى قضائية بحق الصحيفة لإساءتها لمرفق مهم. الانتشار اللبناني نحن منعرف هلأ الوافدين هن من الانتشار من بعض الدول العربية والدول الأوروبية، أكيد في تردد عند كل أهلنا بالانتشار إذا بيجوا على لبنان قبل صدور بتليغراف هيدي الإشاعة، عطول في تردد من وراء الحرب اللي قايمة بغزة وبجنوب لبنان. يؤكد مدير عام الطيران المدني فادي الحسن أن حركة الطيران لم تتأثر بمضمون ما نشرته الصحيفة البريطانية، وكشف عن خطة طوارئ في حال تعرض المطار لأي خطر أمني. أكيد نحن على كامل الاستعداد بحال صار لا سمح الله أي ضربة للمطار، برجع بقول في عنا خطة طوارئ وخطة إجلاء خاصة فينا بالمطار، والكل تقريبا المعنيين بالمطار صاروا مطلعين على هالخطة. نتمنى أكيد نحن المتمنين أنه العدوان بأسرع وقت يوقف. ما أوردته صحيفة تلغراف يأتي في ظل ازدياد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والقلق المحلي والإقليمي من اندلاع حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل. الوضع مقلق، أعتقد أننا نعيش ساعة بساعة، لا يمكن لأي مسؤول مهما على شأنه أن يخبرنا ما الذي سيكون بعد ساعة أو ساعتين أو صباح الغد. عند هذه الخيارات الصعبة نحن نقف ونتفرج على تقدم الخيارات العسكرية على كل الخيارات السياسية والدبلوماسية حتى هذه اللحظة. يؤكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب أن المطار آمن، وأن هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات إسرائيل تبرير اعتداءاتها على لبنان، وفي المقابل تشير الأرقام إلى أن أكثر من 100 طائرة وصلت إلى لبنان، فيما بلغ عدد الوافدين ما يقارب 300,000 شخص. سحر أرناؤوت، الحرة، بيروت.